السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، رحب فيكم طبعا حلقة جديدة اليوم الخميس نهاية الأسبوع من بداية أكيد. إن شاء الله تكون جميلة مع أهمس الإمارات أكيد، ونحن مستمرين معاكم ساعة ونصف في فقراتنا المتنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم بإذن الرحمن. أما الحين خلنا نروح معاكم إلى أهم عناوين إلى حلقة اليوم. صندوق الوطن نموذج متميز للتلاحم بين فئات المجتمع. السعادة عادة والنجاح عادة، سبع عادات للناس الأكثر فاعلية. وكيف نولد طاقة التسامح في أنفسنا؟ مشاهدينا مثل ما شفتوا هذه أهم عناوين لليوم، أما طبعا البداية بتكون مع نشرة الأخبار والزميلة شيماء الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سمو في الرميلة راشد كرم الكابي بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في هندسة الكمبيوتر بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة طوكيو للتكنولوجيا في اليابان. وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة الكعبي على هذا الإنجاز الطيب وعرب عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين الساعين للعلم والارتقاء بمستواهم العلمي بما يخدم وطنهم دولة الإمارات. وأكد سموه أهمية الاستثمار في الإنسان الذي يعد أحد أعمدة التطور الحضري في الدولة. وأهدى الكعبي صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الماجستير مؤكدا مواصلته للتحصيل العلمي بما يخدم وطنه دولة الإمارات. حضر اللقاء سعادة محمد سعيد ضنحاني مدير الديوان الأميري وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد من مقره في أبراج الإمارات، حيث جرى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمدراء العموم والأعضاء في المجلس. في بداية الاجتماع استعرض المهندس عبد الله الرميثي من مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية أمام أعضاء المجلس التنفيذي استراتيجية تعزيز التنافسية اللوجستية للقطاعين الجوي والبحري في إمارة دبي، وتحقيقا لأهداف وغاية خطة دبي 2021 الرامية إلى خلق مجتمع صحي ومتماسك. واستعرض الدكتور حيدر اليوسف من هيئة الصحة بدبي آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي وخطط العمل للمرحلة القادمة والمبادرات الاستراتيجية الجديدة للمنظومة. كما وطلع أعضاء المجلس التنفيذي على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع رسوم وغرامات التخلص من النفايات في الإمارة والتي استعرضها المهندس عبد المجيد عبد العزيز سيفائي من بلدية دبي. حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي واسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقيم في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين عصر اليوم، وذلك بمناسبة زفاف مطر محمد مطر بن غدير الكتبي إلى كريمة غدير مطر بن غدير الكتبي. كما وحضر الحفل عدد من أبناء القبائل وأعيان البلاد وأقارب العروسين. اطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين رئيس المجلس التنفيذي على الخطط المستقبلية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القوين ودورها الاستراتيجي في تطوير الأداء الحكومي. جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ولقائه موظفي إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة، وأثنى سموه على دور الموظفين في تحقيق المهام المنوطة بهم وفق أفضل الممارسات. من جانبهم ثمن أمين عام المجلس التنفيذي وفريق عمل الأمانة العامة زيارة سموه وتوجيهاته لدعم وتعزيز دور الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في رسم السياسات العامة والاستراتيجيات لتعزيز كفاءة وفعالية العمليات المؤسسية الحكومية.
قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله محمد عبيد الصور الزعابي إلى عائلة الصور الزعابي. وأعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة خزام بإمارة رأس الخيمة، يرافق السعادة أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته لأشقاء وأنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة مساء أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي في دورتها 11، والذي نظمه برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي على مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بحضور رؤساء ومدراء الدوائر المحلية. وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، قال إن الحفل يأتي لتكريم الإنجازات المتميزة، مشيرا إلى أن الحفل يصادف الذكرى 11 لانطلاق جائزة التميز الحكومية، والتي تأسست برؤية ثاقبة من المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي طيب الله ثراه، وتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتدشين منظومة جديدة من العمل الحكومي. وفي نهاية الحفل قام الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي بتقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان وزير الخارجيه والتعاون الدولي منتسبي الوزاره واعضاء السلك الدبلوماسي في فعاليه المشي التي اقيمت مساء امس على كورنيش العاصمه ابو ظبي ضمن برنامج الوزاره للرعايه الصحيه. في هذا الصدد اكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان ان البرنامج الذي اطلقته الوزاره يتماشى مع التوجهات الحكوميه لدوله الامارات والراميه الى تشجيع الافراد على تبني الممارسات الصحيه باعتبارها نمط حياه يومي ما يساعدهم في تجنب الاصابه بامراض العصر المزمنه، بالتالي تعزيز سعادتهم ونوعيه حياتهم بشكل عام. واوضح سموه ان رياضه المشي من اهم الرياضات واكثرها سهوله وفعالية، وذلك في ضوء الدور الوقائي الذي تقدمه لحياة الإنسان من مخاطر الإصابة بالأمراض. أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ضد العنف والتطرف والإرهاب والتمييز والكراهية بجميع أشكاله وصوره ومظاهره. جاء ذلك خلال تقديم معاليها يوم أمس الأربعاء واجب العزاء في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعربت معاليها عن حزنها العميق أزاء هذين التفجيرين اللذين أسفرا عن وقوع العديد من القتلى والجرحى الأبرياء ما آلم الشعوب العربية والإسلامية. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النساء العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، أكدت أن تتويج 108 من شباب فتيات دولة الإمارات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الختام الرائع للدورة التاسعة للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2017 التي نظمها مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 11 حتى 13 أبريل الجاري، يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تحققها القيادة الرشيدة كل يوم من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطن. وقالت سموها حفظها الله في كلمة لها في بداية الحفل الختامي للمسابقة والذي أقامه أبو ظبي التقني اليوم في مركز أبو ظبي الوطني للمعرض، وألقتها نيابة عنها معالي الدكتورة ميثا بن سالم الشامسي وزيرة دولة، قالت إنني أشهد في كل دورة سنوية للمسابقة الوطنية ومنذ انطلاقها عام 2009 نخبة متميزة من المواهب المواطنة المبدعة ما يشكل روافد مستديمة في مجالات الابتكار التي تعد قاعدة علمية رصينة في صناعة الكوادر الوطنية المتخصصة في شتى الميادين التقنية والمهنية وبكل اقتدارها على تلبية الاحتياجات الفعلية للمشروعات الصناعية، وفي وقت تشهد فيه
فيها بلادنا الغالية الثروة الصناعية الرابعة، وأشادت في هذا الصدد بالجهود العلمية الجادة التي يبذلها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني من أجل الارتقاء المستدام الذي يشهد المزيد كل عام. اطلع معالي الفريق السيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية على استعدادات وجاهزية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة والتي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر القادم في العاصمة أبوظبي تحت شعار ارفع علمك، وذلك بمشاركة أكثر من 780 لاعبا من 47 دولة عالمية. وتسعى وزارة الداخلية لإنجاح هذه البطولة العالمية وإخراجها بصورة المشرفة التي تعكس ريادة دولة الإمارات في استضافة الأحداث والفعاليات الدولية الهامة. هذا وكانت اللجنة المنظمة للبطولة استعرضت في اجتماع برئاسة معالي الشعفار بمقر الوزارة أمس الأربعاء الترتيبات التي تم إنجازها لاستضافة البطولة والتي تشكل حدثا رياضيا عالميا بامتياز. أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة مجتمع واحد التي تهدف إلى دعم التواصل الفعال من الجاليات العربية والأجنبية بالإمارة من خلال مشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم القومية وإشراكهم في مناسبات وفعاليات الإمارة وسماع آرائهم ومقترحاتهم في الجانب الأمني المجتمعي. تأتي المبادرة في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس لوزارة الداخلية الهادف إلى تعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وتضمنت الأمسية محاضرات وأوراق عمل قدمها تناولت التوعية ببعض الظواهر المجتمعية المستحدثة في المجتمع المحلي، خاصة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وأهمية نشر مفهوم الشرطة المجتمعية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعريف بقانون الجرائم الإلكترونية. في شأن اليمن، انطلقت في الرياض صباح اليوم أعمال خلوة العزم بين المملكة والإمارات بمشاركة 150 مسؤولا من البلدين وخبراء بالقطاعات المختلفة فضلا عن ممثلين من القطاع الخاص. تشهد أعمال الخلوة 11 جلسة وورشة عمل يشارك فيها مسؤولو البلدين، وتهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل، كما ستناقش ضمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين تختص بالجانب الاقتصادي والجانب المعرفي والبشري والجانب السياسي والعسكري والأمني. هذا وقد حددت لها 20 جلسة نقاشية تخصصية لمناقشة الوضع الراهن والفرص والتحديات المحتملة والخروج بأفكار ومبادرات نوعية. في الشأن ذاته، كشف تقرير رسمي أعدته فرق الرصد والتوثيق الميدانية للتحالف اليمني اغتيال ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية لعدد كبير من صغار السن في عدة محافظات باليمن خلال العامين الماضيين. ووفقا لتقرير المعد لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن أغلب الأطفال الذين سقطوا ضحايا بنيران قناصة المتمردين كانوا أثناء جلوسهم أو لعبهم في منازلهم أو خلال مساعدتهم لأسرهم بنقل المياه من صهاريج خيرية خصصت لتوزيع المياه، إضافة إلى اغتيال بعضهم أثناء خروجهم من مدارسهم. في هذا الصدد، قال تقرير التحالف اليمني إن الميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الانقلابية أفرطت بمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في النزاعات المسلحة، إذ تقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاعات المسلحة التمييز بين المقاتلين والمدنيين أثناء الهجمات. كما يعتبر القانون الدولي بأن توجيه الهجمات عمدا ضد المدنيين جريمة حرب. ووثق راصد التقرير مقتل 393 طفلا، بينهم 273 قتلوا بهجمات عشوائية وقنص مباشر بأسلحة نارية ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. كما قتل 6 أطفال بهجمات شنتها عناصر تنظيم القاعدة في اليمن. هذا وكانت محافظة تعز أكثر من عانت من سقوط الأطفال ضحايا بالطلقات الحوثية. وبالعودة للشأن المحلي، أعلنت جامعة أبوظبي خلال مشاركتها في معرض الخليج للتدريب والتعليم جايتكس 2017 والذي انطلقت فعاليته اليوم عزمها افتتاح فرع لها في دبي، يطرح نخبة من برامج الماجستير في القانون وإدارة الأعمال والهندسة.
في هذا السياق أكد سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذية، أكد أن افتتاح الفرع الجديد للجامعة هو استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لحشد كافة الطاقات وتضافر الجهود لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع. ويجسد دور جامعة أبوظبي الذي رسمه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي كمؤسسة أكاديمية وطنية تسهم في إعداد الكوادر المؤهلة للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل وريادة جهود تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده دولة الإمارات. وقعت كل من بلدية مدينة أبوظبي وشركة الصحراء للنقلية العامة والتخليص اتفاقية مساطحة تتولى بموجبها الشركة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق المجتمعي في مدينة شخبوط. وأكد سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن توقيع الاتفاقية لإنشاء سوق مجتمعي في مدينة شخبوط يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وفقا لنظام المساطحة، وبما يعكس الاستراتيجية العامة الهادفة لتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص. في الشأن الاقتصادي، بلغ مكرر ربحية أسواق المال الإماراتية نحو 14 مرة لآخر 12 شهرا والمنتهي في مارس الماضي، الأمر الذي يعكس أو يعني أنها الأكثر جاذبية للاستثمار مقارنة مع بقية أسواق دول الخليج العربي ومنطقات الشرق الأوسط بشكل عام. حسب أحدث الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ مكرر الربحية على سبيل المثال في أسواق المال السعودية 17.7 مرة خلال فترة الرصد ذاتها، في حين وصل بالنسبة للسوق الكويتي 15 مرة ونحو 14.8 مرة في السوق القطري. هذا ويعد مؤشر مكرر الربحية للأسهم من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار، إضافة إلى مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية، وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الأسواق المالية. يقاس مكرر الربحية من خلال قسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم الواحد في الشركة. نبقى في الاقتصاد، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع، متأثرا بهبوط كل من قطاع البنوك والعقار وسط تقلص حركة التداولات. كما وسجل سوق دبي المالي أيضا تراجعا بفعل هبوط القطاعات القيادية أبرزها العقارات والاستثمار. نتابع. رياضيا، أشادت الشخصيات الرياضية في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي بفوز سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بجائزة الشخصية الرياضية الأولى على مستوى دولة الإمارات. وأعرب الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة عن فخر أبناء الفجيرة واعتزازهم بهذا الاختيار الذي صادف أهله، مشيرا إلى أن سمو ولي عهد الفجيرة رياضي من الطراز الأول وساهم في رعاية العديد من الأحداث والبطولات والفعاليات الرياضية في الإمارة. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل انخفاضا في درجات الحرارة خاصة على السواحل يومي الأحد والاثنين القادمين، كما وتوقع المركز في بيان لا يكون الطقس اعتبارا من يوم الخميس إلى السبت رطبا على السواحل صباحا وغائما جزئيا أحيانا وحارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا، مشيرا إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. حتى المركز في بيان له اليوم السائقين بتوخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب الأتربة المثارة وتشكل بعض الضباب والضباب الخفيف على بعض مناطق الدولة. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله.
نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. ترتكز رؤية دولة الإمارات منذ نشأتها على الاستثمار في المواطن اللي يعتبر الأساس والركيزة لمجتمع مزدهر والسبيل أيضا إلى تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال التطوير المستمر لرأس المال البشري وإطلاق الطاقات الوطنية الكامنة، ولتأتي أيضا مبادرة صندوق الوطن التي أطلقها رجال أعمال إماراتيون مرسخة ومرسخة لهذه القيم ولتعبر عن تلاحم فئات المجتمع مع توجهات قيادة الدولة. هذا ما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمستهدفين والمستقبل أيضا المشرق لجميع أبناء الوطن. صندوق الوطن، نناقش مع الكاتب والإعلامي الأستاذ عوض بن حاسوم الدرمكي. نرحب فيك أستاذ الكريم. يا مرحبا أبو محمد، وشكرا على الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله أني أوفق معكم أن نعطي الضوء اللي يستحقه هذا البرنامج وهذه المبادرة. الله يحفظك رب. أكيد طبعا نأخذها إن شاء الله ونخوض بها بعد تقرير إن شاء الله. تقرير مشاهدينا ونعود. جسدت مبادرة صندوق الوطن التي أطلقها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين تلاحم فئات المجتمع مع توجهات قيادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة والمستقبل المشرق لجميع أبناء الوطن. جاء إطلاق صندوق الوطن سعياً إلى تجسيد الأولويات الوطنية وتعزيز آفاق التنمية المستدامة عبر ترسيخ ركائز المشاركة المجتمعية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في استشراف مستقبل مشرق للإمارات والإماراتيين. وتركز مشاريع الصندوق والمبادرات الصادرة عنه على القطاعات الحيوية التي لها انعكاس مباشر على الوطن والمواطن، كما وتأتي المبادرة ضمن إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الدولة والدور الإيجابي لرجال الأعمال الإماراتيين في رفض المشاريع التنموية والخطط المرسومة لدعم مسيرة بناء الوطن من خلال توفير الدعم اللازم لها ورعايتها وتبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تعمل على استدامة عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ الكريم، الإمارات لديها كل مجالات الاستثمار وبتكلفة بسيطة، وأيضا هناك رهانات كانت دائما على دولة الإمارات ولكن نجحت بها، وهذا كله من خلال الاستثمار في الركيزة الأولى هي الإنسان. لماذا الاستثمار في الإنسان قد يؤدي بنا إلى ما وصلنا به من تطور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو قديم ما زال يعاد حتى اليوم للمغفول الشيخ زايد رحمه الله، كان في سيارته وكان يتكلم عن المصانع، فيقول المصانع مش هي اللي تبني الدول، الرجال هي اللي تبني المصانع، الرجال هي اللي تصنع حاضرها، الرجال اللي تصنع مستقبلها. فمن بداية التأسيس ومن فكر المؤسس الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويحط البركة في عياله، الاهتمام هو بالبشر تحديدا. باستطاعتك أنك تستورد التقنيات والآليات والكثير من العلوم، لكن ما لم يكن هناك إنسان مؤهل وقادر على الاستفادة من هذه الأمور وإلا لن تذهب بعيدا. نعم. لذلك أيضا حتى الشيخ محمد، الله يطول عمره، محمد بن زايد، يتكلم عن الإنسان كأنه هو العملة العالمية للقرن 21. لما أغلب أحاديثه يكون التوجيه أنكم أنتم من ستحملون الراية، أنكم أنتم من نراهن عليكم. أنت في الجانب الآخر في عندنا جامعات، عندنا أكثر عن 75 جامعة، عندنا طبعاً معاهد العالمية، بعضها قاعدة تصدر المعرفة أيضا للخارج، لكن هناك توجيه من القيادة للجيل الشباب أن لابد أن يتحملون مسؤوليتهم. لذلك ما لم يكن لدينا هذا الشاب والشابة المتحفز داخليا أيضا لحمل الراية ولتطوير ذاته، وإلا لن نذهب بعيدا. وإن شاء الله على اللي قاعدين نشوفه مباشر إمارات طبعاً، ما بعد آخر برميل نفط اللي قال عنها الشيخ محمد،
إن شاء الله بتكون في أيدي أمينة. أكيد طبعا. إحنا لدينا أيضا في دولة الإمارات صناديق عديدة لدعم الشباب والمشاريع المتوسطة والصغيرة، ومن ثم يأتي صندوق بمبادرة يعني مثالية تعتبر أيضا من قبل رجال الأعمال. خبرنا أول شيء، صندوق الوطن ما معنى؟ هل هو في حلة نفس حلة الصناديق اللي موجودة في دولة الإمارات كصندوق خليفة وصندوق أيضا الشيخ محمد بن راشد وأيضا الشيخ محمد بن زايد، ولا وألا أن هذا يختلف بمنظومة مختلفة يأتينا؟ جميل ذكرك أبو محمد، أن الحكومة ما قصرت، أن موجودة عندنا مؤسسات قائمة فعليا للاهتمام بمشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ما يميز صندوق الوطن أن أتى بمبادرة ذاتية من رجال أعمال، نحن نفخر بهم جدا ونتمنى إن شاء الله أن البقية يحذون حذوهم. لما تجد رجل الأعمال لديه هذا الحس الوطني، لديه هذا الاهتمام بمستقبل الوطن، لديه هذا الشعور أن لديه مسؤولية لابد أن يتشاركها مع الحكومة من أجل إمارات ما بعد النفط. نحن نشعر بالغبطة والامتنان والشكر لله. دورهم مقدر، لكن نحتاج أن يحذو البقية حذوهم. هذه بداية كرة الثلج، لكن كرة الثلج تحتاج دفعة أكبر حتى تتسارع وتكبر. الوطن يستاهل كثير منا، ورجال الأعمال وسيدات الأعمال أيضا، حتى ما دام نحن نتكلم عن مساواة طبعا لابد أن يكون متواجدين. الإمارات ما قصرت في توفير الفرص، فرص النجاح. إذا كانت في السبعينات والثمانينات كانت تعتبر أمريكا هي دولة الأحلام، أنا أقول حاليا دولة الأحلام هي دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، والله يديم الخير. لكن هذا الخير أيضا يحتاج منك في المقابل أنك تعطي. صحيح. القضية ليست قضية أخذ. فنشكر رجال الأعمال يعني اللي بادروا طواعية لإنشاء هذا الصندوق، ونتمنى إن شاء الله نشوفها بحجم الصناديق السيادية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. طيب، هناك شعار لاستراتيجية الصندوق وهو يقول شعب عزيمته العطاء لوطن ينعم بالرخاء. هذا الشعار ترجمته كيف بتكون أو آلية تطبيقه؟ في سجع موسيقي أظن اللي حطينا هذا مع اللي هو ضاحي خلفاني زعل الخير رجال شاعر طبعا. لكن الجميل يعني أنت إذا تريد وطن ينعم بالرخاء لابد أن يكون هناك عطاء في المقابل. صحيح. يعني هي قضية يعني سببية، ما لم يكن هناك فعلا مبادرات جادة من رجال الأعمال والقادرين على البذل بما فيه الكفاية، وإلا أن فرص النجاح في المستقبل ما راح تكون بالمستوى اللي نحن ننشده. بالتأكيد الحكومة الرشيدة ما تكسر طبعا، والمستقبل إن شاء الله ناصع لنا، لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا للقطاع الخاص دوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية هذه. فنشكرهم على هالرؤية الجميلة هذه، وإن شاء الله يعني البدايات دائما تكون صعبة، لكن هذه البداية مبشرة طبعا. لما تيك مجموعة كبيرة وانت قاعد تشوف، لو يتابع أيضا حساب الصندوق على تويتر يجد تقريبا احتفاء شبه يومي برجال أعمال قاعدين يساهمون ويدعمون المبادرات. هذا اللي كنت أبغى أعرفه، كيف تفاعل القطاع الخاص ورجال الأعمال مع الصندوق بعد الإعلان عنه؟ كثار من رجال الأعمال يعني بأمانة، حتى يمكن قبل الصندوق، يمكن حتى خلال مساهماتهم في الصندوق، يحبون التبرع خفية، لأنهم يقول أنا فاعل خير. نعم. يقول أنا هذا دوري تجاه بلادي. لكن مهم جدا أيضا يتم الإعلان عن هذه الأمور، الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام التقليدية، حتى يتشجع البقية. نعم. طيب جزاك الله خير، الواحد يمكن يبغي السر، لأن صدقة السر يقول لك أعلى، لكن إذا أتى الموضوع أن صدقة العلن أو دعم العلن سيساهم في تشجيع البقية للحد وحذوك، لا والله هذا أبرك. نعم. وهذا أفضل، وهذا اللي نريده نحن. التفاعل كبير ونفرح فيه. أنا يوميا لازم أفتح على صندوق الوطن داخل تويتر أشوف وأقول جزاهم الله خير، يعني نعم. اللي قاعد يدفع عشرات الملايين، اللي قاعد يوقف بنايات تجارية، تقول هذيلا يعني تربية زايد، هذيلا اللي كانوا بعضهم هذي عند زايد، صح. عند زايد الله الله يرحمه، وهذيلا اللي بأمثالهم نحن نفتخر، وأنا متأكد أن أمثالهم كثيرين جدا
لكن ان شاء الله يقول لك ما يبطي السير الا من كبره. اكيد طبعا. انزين الحين نحن نعرف الصناديق اللي موجوده في دوله الامارات لدعم الشباب مشاريع صغيره وايضا متوسطه، صناديق قطعت اشواط كبيره جدا في عمليه التقنيه، في عمليه الاليه واستقبال الشباب وتوعيتهم وتدريبهم لكي يستطيعوا القيام بهذه المشاريع، وايضا عمليه ما بعد انجاز المشروع في عمليه البيع والتسويق وغيره وغيره. طيب نحن نتكلم الان عن رجال اعمال يعرفون مداخل ومخارج دوله الامارات ولديهم ايضا اطلاع عالمي كبير جدا. فهل هذا الصندوق سيكون مختلف من عمليه التطوير ودعم الشباب، وكيف سيستفيد منها الشباب؟ ما شاء الله عليك، انت سؤالك يحمل الجواب في طيه. مثل ما تفضلت، ربما ما يميز هذا الصندوق أن القائمين عليه واللي أنشؤوه واللي يتابعونه هم نخبة من أنجح رجال الأعمال الموجودين عندنا في دولة الإمارات. نعم. الإمارات. فالقضية ليست قضية دعم مادي فقط، لكن هناك الدعم فيما يخص النوهاو المعرفة، وأيضا الدعم فيما يخص العلاقات الواسعة الموجودة لديهم بكثير من الشركاء الاستراتيجيين العالميين. أعتقد هاي راح تسهل كثير على الشباب، راح تختصر عليهم مراحل طويلة من قضية المفاوضات والتعرف ودراسات الجدوى. فالطموح اللي عليه عالي، واللي قاعدين نشوفه نحن ونتوسمه في الصندوق والبعد المعرفي الموجود والبعد الخاص بالعلاقات الموجود فيه راح يكون من أسباب النجاح الكبرى له. أكيد. بعض الناس ممكن يسألون يعني هل هذا الصندوق هو فقط للموهوبين أو أصحاب الأفكار المشاريع، أو ممكن أن يكون أيضا صندوق يستفيد منه الجميع؟ يا أخي أنت لما يكون عندك سباق أكيد راح تراهن طبعا يعني على الفرس اللي الأفضل استعدادا. نحن إن شاء الله نقول كل عيال زايد إن شاء الله وعيال خليفة فيهم الخير وبركة وهم قد الرهان. نعم. واللي ما عنده موهبة يعني كمعرفة وكمهارات يستطيع أن يغطي ذلك بجانب التنفيذ. هناك ثينكرز دائما مفكرين، وهناك دوورز اللي هم الاشخاص القادرين على التنفيذ واللي يملكون الحماس لاخذ الافكار من حيز مجرد أن كونها حلم وماده خام الى كيان قابل للتنفيذ. فاعتقد ان شاء الله الفرصه متاحه للكثير، المهم ان تكون فكره جديده او فكره رائده تساعد على خلق فارق للبلد. دعنا نذهب قليلا الى بعض الاليات التي يمكن تطبيقها، ورايك في اذا ما كان هذه الاليات فعلا ممكن ان تاتي بنتاج يفيد طبعا اصحاب الصندوق اللي هم طبعا هذه المتبرعين الله يحفظهم، وايضا الشباب المؤسسات. هذه الشركات والمؤسسات طبعا هي دائما معظمها تحت شركات قابضه، فالشركه القابضه تحتوي تحت طياتها كثير وعدد من الشركات ما يدعم نظام العمل لديها حتى تكتفي ذاتيا بان لديها شركات في كافه القطاعات. يوصلون الى مرحله ان هذه الشركه مكتفيه لا تحتاج الى كثير من الشركات الخارجيه. هل ممكن لشبابنا من خلال مشاريع معينه يشتغلونها مع تلك الشركات أن يصبحوا من ضمن المجموعة؟ هذا ما أتمناه. هذا ربما يكون الأجدر في الإجابة عليه هم أعضاء مجلس الإدارة نفسهم، اللي هم أغلبهم قائمين على رأس كبريات المؤسسات والشركات الموجودة عندنا. لكن أعتقد وجود هذه النخبة من رجال الأعمال بالتأكيد ما رح يقصرون في قضية وضع هؤلاء الشباب تحت ملاءة الشركات الناجحة الموجودة لديهم حتى تختصر طريق النجاح. لابد أن تسهل وصول المعرفة للشاب الجديد. الشاب دائما يجيك متحمس طبعا، لكن المتحمس والنيو كامر هذا يحتاج له زخم معرفي وتوجيه للطريق الصحيح. هذا هو. ما لم يعرف الطريق الصحيح، يعرف الفكرة التي قد تجد قبولا في الأسواق والتي لا تجد قبولا، من هو مثلا الجمهور المستهدف وغير الجمهور المستهدف، معدلات النمو، أي قطاع من قطاعات الاستهلاك هي الأكثر نموا واللي عليها مستقبل يعني مطمئن. الشاب لا يستطيع أن يعملها بمفرده إلا من خلال شركات تحتاج أن يدفع الكثير. وجود رجال أعمال لديهم شركات قائمة أعتقد راح تختصر طريق النجاح. هذا رأيي الشخصي. أكيد. ربما يكون هناك طرح أجمل لدى الإخوان في الصندوق. طيب أيضا نعود إلى الصندوق أيضا وصناديق اللي هي اللي سوتها الدولة ما قصروا فيها. تلك الصناديق ترعى المشروع من الألف إلى الياء مثل ما قلنا، وبالإضافة إلى أن عملية التسويق يقومون بها ودعمها وفرض بعض الأعمال لدى الجهات الحكومية التي يستطيع هذا الشخص الاستفادة من خلالها.
ومتابعة المشروع بكافة جوانبه. هل إذن في الصندوق الإماراتي يتبنى هؤلاء الشباب؟ هل نحن أيضا الآن إلى مرحلة التبني المختلفة من رجال الأعمال؟ أنا أبغي الشباب يعرفون أن هناك من يتبناهم عندما يقومون، لأن إذا وافقوا على فكرتك إذا أنت ستمشي في الطريق لن تتوقف. صحيح. زين، فهل هذه مرحلة التبني المؤسسية نعتبرها؟ والله اللي شفناه من خلال الإطلاق الخطة الاستراتيجية اللي أطلقها مجلس الإدارة، نعم يعني كان واضح من حديث رئيس مجلس الإدارة أن المهم ليس فقط تمكين الشباب ولكن نقل المعرفة. نعم. فأعتقد نقل المعرفة مهم جدا ومطلب حيوي في إنجاح أي محاولة للشباب. فيما يخص الصناديق يعني قد أخرج شوية نوعا ما، لكن مرت في بالي وأنت تتكلم عن الصناديق الخاصة بتشجيع مشاريع الشباب، في مبادرة أذكرها كانت في داخل تشيلي سماها ستارت أب تشيلي، لكل شخص لديه فكرة من أي دولة في العالم إذا كانت الفكرة جديدة متوائمة مع متطلبات وإمكانيات السوق المحلية قادرة على خلق فارق في السوق المحلية يتم تمويله من خلال هذه المبادرة. نعم. كائنا من كان، وأعتقد هذه جميل جدا إذا كانت عندنا مثلها سواء من خلال صندوق الوطن أو من خلال الصناديق الأخرى. شو يمنع أن يخلي أبو محمد والثاني من الشباب المواطنين إذا كان عنده تواصل مع انتربرنور ولا شخص لديه فكرة في أقصى أقاصي الدنيا أن يتم أخذ هذه الفكرة ويعني قولبتها بما بالضبط وإيجاد حاضنة لها وإخراجها للسوق كمنتج جديد. أعتقد أن ما سيخلق الفارق لأي مجتمع في المستقبل هو القادر على خلق الأفكار، مثل ما قال جاك ويلش، شخص ما في مكان ما لديه فكرة أفضل. نعم. ونحن مهم جدا نبحث عن الأفكار. أكيد. جميل أن نوسع يعني البحث عن هذه الأفكار مع بقاء التركيز على الشباب المواطنين، لكن شو يمنع أن يجيب فكرة من الخارج أو يبحث عن شريك أيضا؟ هناك طاقات كبيرة جدا في دولة الإمارات من كافة بقاع الأرض، وأيضا هناك حولنا طاقات كبيرة. صحيح. أعينهم وأنظارهم يعني متجهة إلى دولة الإمارات وينتظرون دعوة، وأعتقد قادتنا ما يقصرون في دعوة كل حد لأنه يقدم في دولة الإمارات ويتبنونا. نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم. الله يسلمك أبو محمد، مشكورين على هالدعوة وهالاستضافة. الله يسلمك يا رب. إذن مشاهدينا كل الشكر للكاتب والإعلامي الأستاذ عوض بن حاسوم الدرمكي، حدثنا عن صندوق الوطن. مساء الإمارات، نستكمله وياكم بعد هذا الفاصل. تحية لكم من جديد مشاهدينا، وخلينا نروح معاكم على جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأها بالتذكير بمواقع التواصل لقناة الضفرة وهي ظاهرة أمامكم على الشاشة، ونرحب بأي نوع من التفاعل عليها، بالإضافة إلى أن يمكنكم مشاهدة كل ما فاتكم على مواقعنا الاجتماعية. ربان البلاد، هذا هو عنوان القصيدة اللي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأرفقها بصورة تجمعها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقول مطلع القصيدة: زارني الطيف الذي ما يرحل لي، صاحي يشوفه وفي الأحلام الرقادي، طيف زايد لي بذكره تكمل لي، راحتي ونعاد طيفه الخير عادي. صح لسانك. نعم. طويل عمرك، حفظه يا رب، ان شاء الله يحفظهم جميعا. بدورها ايضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نشر هذه الصوره على صفحته برفقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وعلق عليها: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله شيوخنا. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لفندق في برج ماركت سكوير بولاية تكساس الأمريكية يقدم لزبائنه تجربة مخيفة بالسباحة على ارتفاع شاهق في حوض أرضيته، وهي من الزجاج تحاكي سير بالهواء. أنا خفت قبل لا أقرأ، خلنا نروح نشوف شو هالتجربة المخيفة. Thank you.
لا تسألني على تعليقي لأني أنا وايد أخاف من المناظر هذه. إذا أشوف حد مثلا على ارتفاع يصور أو مثلا بيطيح أو كذي ما أقدر صراحة. لديك خوف من الأماكن المرتفعة؟ لدي فوبيا. لدي فوبيا بس منظر صراحة رهيب. لا ما أخاف من الطيارات. أنا أسوي في هذا شو؟ بشيل لي طاولة وكرسي وبقعد برا هناك. يا عبد الله قلبك قوي. على كرسي وأمورك طيبة. ما أقدر أنا لو شو عبد الله ما أقدر يعني ممكن فعلا ممكن أدوخ ممكن يغمى علي من المناظر هذه. يعني شوف حتى ارتبكت الإرادية من هالموضوع بس من الطيارات لا ما فيها مشكلة حتى لو أرضيات الزجاج عادي ما عندي مشكلة بس لا أني أنا أقعد أطالع كذي و... لا أنسى الموضوع خلينا نروح على الفقرة اللي أقعد عمل نفسك ميت من عمل نفسك ميت مشاهدينا تقولون يا ترى أن المركبة تمل من صاحبها وتقرر أن تنهي حياتها بنفسها ما ندري طبعا هذا بنشوفه وياكم para la limusina. Bien, 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 caballero. أنا أقول ما كان يعبي لها مايرا ديتر وزيت ما كان مدلعنها علق عليه مسكين الجير وهو راحت وتم واقفة أنا اللي قهرني إن إحنا ندور على واحدة حق قرص القوارب في البحر كلني يغني على ليلى هو يدور السيارة عشان بتجلس بيها سيارة ثانية والمسكين هذا ياسي يضرب المالحة وياسي يصيح المالحة ويقول شو أسوي بعمري شو قال عمر راح مسكين خلاص يعطيهم راحة بس هو صدقني زي. يمكن كانت عليها رادارات بس هم شو كان يحكي أنا سمعت فهمت كلمة واحدة لموزينة شيء هي لموزينة يعني السيارة هو مدلعنها مسمي الشاحنة هذه لموزينة راحت لموزينة عليك خلاص زين. شيء أخبار جديدة عندنا على ما يبدو في بعد في منع شوف اليوم عندي ربيعتي كان عندها حوض سمكة مسكين وفيها سمكتين وتوفت واحدة من سمكاتها وزعلت عليها وتمت تصيح وضايقت بس على ما يبدو أن حتى سمك له عقل مختلف وله عناد مختلف بينهم بين بعض كيف يعاندون بعض الأسماك ما نعرف خلينا نكتشف هذا الشيء في هذا الفيديو أنا أقول اللي مخشوشة داخل نحيسة عسب كذي هي ما تبى حد يدخل في بيته فتنحست ويا الثانية بس يعني ما يندرى إذا تعرفين أنا شو اللي لفت نظري أكثر شيء هاللي في النص يا عمي هذا بالله يا أبوي اصبر عليه ريال يا لا حول ولا قوة حمامة بين في النص هذه مسكت جنة تتكلم ويا الاثنين استهدوا بالله استهدوا هد النفوذة مسكت هاي نحن نقولها السمكة السوداء هذه ظنيتي يقولوا لها سمكة البلدية اللي هي دوم تنظف الزجاج لا لا مو هذه مو هذه مو هذه هامورة صغيرون لا لا حد واحدة ثانية بس هاي واحدة ثانية بس تقريبا تحليلي للموقف البسيط بأن يا عمي هذا هدي ما أخذ بيت عايش زين خلينا نروح أخبار أفضل مشاهدينا ناخذكم الى اخبار صحافه عبر ابرز ما اخترنا لكم من عناوين في الاتحاد نقرا تصريح لفنادق دبي
ببناء مطاعم على السطح وذلك وفق ضوابط تخطيطية وبنائية. جميل، يعني المطاعم كلها بتستوي على سطوحها. جميل. نطالع في الإمارات اليوم، مواطنون يقولون أن مركز الشباب يحتاج إلى عقلية قادرة على فهم تحدياتهم، ويؤكدوا ضرورة تمكينه لتقديم حلول اجتماعية وعلمية وعملية لمشاكلهم. أما في البيان نطالع عيوب التصنيع في السلع الإلكترونية والمركبات أخطار خفية صدرت على عجل. ونطالع في الرؤية الرياضة، المدرب المؤقت حل الأبيض في التصنيفات المونديالية ومخاوف من تجربة أدفوكات. عندنا طبعا الفوز هو عبارة عن عادة، الخسارة أيضا عادة، و25 عام من الخبرة والتفكير أقنعت الكاتب ستيفن أركوفي أن هناك عادات سبع تميز السعداء والأصحاء والناجحين عن الفاشلين، مما دفعه إلى تأليف كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، وهو الكتاب اللي بيعت منه أكثر من 15 مليون نسخة. زميل علاء اللولو اختار لنا جزء من هذا الكتاب لنقرأه معكم. خلال أكثر من 25 عاماً من عملي مع الناس في العمل والجامعة واستشارات الزواج وعلاج الأسرة، التقيت بالعديد من الأفراد الذين حققوا نجاحاً مادياً هائلاً، لكنهم وجدوا أنفسهم في صراع مع النهم الداخلي والرغبة العميقة لتحقيق التوافق الشخصي الداخلي والفعالية والعلاقات الصحية المتنامية مع الآخرين. وأعتقد أننا نشاركهم بعضاً من تلك المشاكل التي يعانون منها. لقد نجحت في تحقيق كل أهدافي المهنية، كما حققت نجاحاً عملياً كبيراً، لكن هذا كلفني حياتي الشخصية والعائلية، فلم أعد أعرف زوجتي وأطفالي، بل إنني لم أعد متأكداً من معرفتي لنفسي وما هي الأمور المهمة بالنسبة لي. لذا كان علي أن أسأل نفسي، هل يستحق الأمر كل هذا؟ تتكون شخصيتنا في الأساس من عاداتنا، تزرع فكرة تحصد عملا، وتزرع عملا تحصد عادة، وتزرع عادة تحصد شخصية، وتزرع شخصية تحصد مصيرا، وتستمر تلك الحكمة بلا نهاية. وتعد العادات عوامل مؤثرة في حياتنا لأنها متماسكة ومترابطة، وعادة ما تكون نماذج غير واعية فإنها تعبر بشكل دائم ويومي عن شخصيتنا وتصنع فعاليتنا أو انعدام تلك الفعالية. وكما قال المعلم العظيم هوراس مان، العادات تشبه الحبل الغليظ ننسج أحد خيوطه كل يوم، وسريعاً ما يصبح مستحيل القطع. وأنا شخصياً لا أتفق معه في الجزء الأخير من تعبيره، فأنا أعلم أنه قابل للقطع، فالعادات يمكن تعلمها ويمكن التوقف عن القيام بها، ولكني أعلم أنها ليست حلاً سريعاً، لأنها تتطلب عملية والتزاماً لا حدود له. إذن ليس ما يحدث لنا هو ما يجرحنا، بل استجابتنا له هي ما تفعل ذلك. وبالطبع يمكن أن نصادف أموراً تتسبب لنا في أذى بدني أو مادي، وقد تتسبب لنا في حزن، ولكن لا ينبغي أن تتعرض شخصيتنا وهويتنا الأساسية لأي جرح. وفي الواقع إن أصعب التجارب التي نمر بها هي البوتقة التي تشكل شخصيتنا وتنمي قوانا الداخلية، وهي تعني الحرية في التعامل مع أصعب الظروف في المستقبل وإلهام الآخرين كي يقوموا بالمثل أيضا. صراحة كتاب جدا رائع، وفعلا يعني من أكثر الكتب مبيعا في العالم. أنا شكلي راح أخذ واحد منهم صراحة. يعني بعدك ما قريتي؟ ما قريته، بس لا يعني رائع. لا مكتوب، موجود، كان مكتوب في إنه رائع. هي نعم. كان مكتوب في أولها في بدايته. أنت كنت ماسكة الكتاب قريتي منه جزء. جدا رائع صراحة، وايد حلو، فشكلي راح أخذ من هذا الكتاب. من بعد العادات السبع للناس الأكثر فعالية، نروح إلى الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني اللي قدمت مسابقة المغامرة الإلكترونية، والتي تهدف إلى بناء جيل من خبراء الأمن الإلكتروني وصقل مهارات في هذا المجال. المزيد في تفاصيل هذا سياق التقرير.
نظمت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني مسابقة المغامرات الإلكترونية اللي شارك فيها العديد من طلبة المدارس والجامعات. تهدف هذه المسابقة إلى تطوير المهارات الإلكترونية بالنسبة للطلاب. خلكم ويانا في هذا التقرير. مهرجان المغامرة الإلكترونية نفس ما شفتوا ما شاء الله مهرجان يستهدف الطلاب في المرحلة الأولى، الطلاب من جريد 6 لين جريد 12 بالإضافة إلى طلاب الجامعات لهم فريشمان ولغاية أن يتخرج. الهدف الرئيسي من هذه المغامرة الإلكترونية أو مهرجان المغامرة الإلكترونية هو أولا نشر ثقافة الأمن الإلكتروني في جميع شرائح المجتمع، وهنا نذكر ليس فقط الطلاب بل أيضا أولياء الأمور والهيئة التدريسية والهيئة الإدارية وغيرها من مكونات المجتمع اللي تدخل فيه اليوم. أضف إلى ذلك من الأهداف الرئيسية صقل مواهب ومقدرات الطلاب في هذا المجال. كثير من الطلاب اليوم نحن لاحظنا عليهم الحمد لله أن عندهم إمكانيات في الاختراق، عندهم إمكانيات في عمل روبوتات، في عمل الدرون هاكنز، في أشياء ما شاء الله بروغرامينج سكيلز عندهم وأساسيات البرمجة أكثر عن ما كنا نتوقعه. فنقوم بصقل هذه المواهب وتسخيرها في الأمور الطيبة والجيدة التي غير مخالفة للقانون الحمد لله. فبدل ما أنه يروح يحاول يخترق أو يسوي أشياء لا سمح الله لا تعقب لا تحمد عقباها، فنستعمله أنه تعال عندك الحمد لله منصة كبيرة اليوم تقدر تستخدمها في أي شيء. من أهم الأهداف الرئيسية التي تهدف إليها المغامرة الإلكترونية اليوم، واحد نشر الوعي الإلكتروني وبناء الثقافة الإلكترونية وثقافة الأمن الإلكتروني على جميع شرائح المجتمع، نفس ما قلنا طلاب، أولياء أمور، معلمين، بالإضافة إلى هيئة تدريسية، هيئة إدارية، كلهم يقومون ببناء هذا الجيل الصاعد من الطلاب، فيجب إعطائهم بعض الوعي فيما يخص هذا المجال. في البداية أنا كنت كتير متحمسة بسبب دخولي إمارة المغامرة الإلكترونية، حسيت بالتفاؤل إنه دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من العولمة اللي هي محاطة فيها إنها استطاعت إن هي يعني تكون ذات فعالية كبيرة في عالم التكنولوجيا، لذلك أنا شاركت العديد من المسابقات الفعالية اللي حدثت في المعرض، منها كانت الإنترنت أوف تكنولوجي أو الإنجينيرينج. حبيت التفاعلات اللي هم عملوها والاختبارات اللي صارت، لذلك أنا فخورة يعني. ما شاء الله فعالية رائعة جدا، والشباب ما شاء الله من هالأعمار وعندهم هذه القدرة على الحديث جدا يعني شيء نفتخر به فعلا. نحن ما في عندنا شيء بعيد أو شيء غريب، كل شيء متواجد عندنا. استقطاب طاقات من كافة الأماكن هذا شيء أيضا يعني مدعاة للمفخرة ولأنه ينمو به المجتمع. مشاهدينا أيضا لدينا استضافة في مجلس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، حيث ألقت محاضرة تحت عنوان الخريطة الثقافية تحليل أساليب التفكير والقيادة والإنجاز حول العالم، قدمتها البروفيسورة إيرين ماير الأستاذة في قسم السلوك التنظيمي في جامعة إنسياد. زميلنا يوسف المعمري كان قد أجرى لقاء مع البروفيسورة إيرين ماير على هامش المجلس، نتابعها وياكم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الأعزاء بكل خير، وأرحب بكم من قصر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يستضيف هذه المحاضرات الجميلة والتي تنقل الطاقة الإيجابية والمعلومات الطيبة للمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. محاضرة هذا اليوم بعنوان الخريطة الثقافية تحليل أساليب التفكير والقيادة والإنجاز حول العالم للبروفيسورة إيرين ماير. تابعونا في هذا التقرير. Today we looked at cultural differences around the world. We looked at how to influence people differently from different cultures, how to motivate our employees differently when they come from different countries, and we looked at how to build trust differently with people in different parts of the world.
What's wonderful here in the UAE is that the leadership has created an environment where so many different cultures are living and working together effectively. I think this is really an example for the rest of the world of how we can, in fact, overcome cultural differences in order to be effective working in the face of cultural complexity. سوف يتعجب البعض منكم مشاهدينا عند سماع كلمة قوة التسامح، وسوف يقول في نفسه لقد قرأت عن قوة التركيز وقوة الفكر وقوة الاعتقاد والتوقع، ولكني لم أسمع عن قوة التسامح هذه أبدا. وما هي هذه القوة؟ وهل للتسامح قوة؟ وما هي مظاهره؟ وكيف نصل إلى هذه القوة؟ وكيف نستخدم هذه القوة للوصول إلى النجاح المأمول والسمو النفسي والروحاني؟ الإجابات على هذه التساؤلات مع دكتور عبد اللطيف العزعزي، وهو خبير في التنمية البشرية. مساك الله بالنور، وهلا ومرحبا دكتور، وشكرا لوجودك معنا. العفو، تحت الخدمة إن شاء الله تعالى. الله يحفظك يا رب. حياك الله دكتور. طبعا يعني أنا سأتحدث في نقيض ما ذكرنا، القوة ما القوة القوة. يعني عندما نتحدث عن التسامح، نتخيل أن احنا نتحدث مع إنسان لديه بشاشة في الوجه، لديه هدوء، لديه يعني صدر رحب لامتصاص الغير والحديث معه، ولديه تجد فيه الرضا. ولكن هل يمكن قراءة، إذا ما كان هذا الرجل أو الشخص متسامح، من ملامح وجهه أو من تعابير جسده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احيانا سبحان الله الوجه، او مثل يقولون الكتاب من عنوانه، نعم، في ملامح معينه، في تقاسيم، في اشارات تبين هل هذا الشخص سمح، في هذا الاحساس، في هذه الطاقه، خلينا نسميها، في هذه المشاعر ولا لا. نعم في. هل في النقيض؟ نعم كذلك في، من خلال الحاجب، من خلال العين، من خلال بعض الملامح الموجوده. السؤال الخطير، هل السلوك الداخلي أو الشعور الداخلي أو الفكر الداخلي أو الخبرة الداخلية تؤثر في الملامح؟ الإجابة نعم طبعا. إذن هذا عنوان لما يوجد في الداخل. جميل. وإذا تحدث التعاملات الخارجية وفقا للتعاملات الداخلية أكيد، والملفات الداخلية عند الإنسان. نعم في أشياء تدل على السلبية وفي أشياء تدل على الإيجابية من الجهتين. أنت المهم في هذا الموضوع شو تبغي تبين وشو تبغي تتفاعل فيه مع الناس. أكيد. جميل. يا دكتور، ممكن نقول إن هي طاقة ممكن تعكسها الجسم على وجه البني آدم هذه. نعم. طب إذا وجدت هذه الطاقة دكتور، كيف نعم ممكن نوظفها بالطريقة الصحيحة تكون ممتاز موجودة؟ ليش إحنا قلنا قوة التسامح؟ أنا لي لها فلسفة، لها منحيين. المنحى الأول ألا وهي الإنسان لديه تلك القوة أن يسامح. نعم. في ناس كثير ما يسامحوا، شفت ناس ابدا لا يمكن، يعني يحس ان تسامح معناها الضعف، معناها معنى الاستبانه اللي سويتها، ان يعني 55% قالوا ان التسامح حكمه. جميل. وهذه حكمه جدا حلوه. اذا التسامح ممكن نسميه حكمه. يوم اقول قوه، لدي القوه اني اسامح، وهي مش سهله. الشيء الثاني الان، هل هي لها تاثير علي وعلى اللي حولي؟ نعم لها قوه موجيه تاثيريه. نعم. لدرجه احيانا قد الشخص لم تتعامل معه سابقا، بس اول ما تشوفه تقول يا اخي هذا انسان سمح. صح. يجيك سؤال، تعاملت معه؟ لا، بس احس طاقته، شكله، ملامحه، سيستم داخلي. سيستم عندك. شوف مجستين تخليك تقيم هذا الشيء. الاول العقل الباطن، في اتصال طبيعي بين البشر. الشيء الثاني النظام الموجي، هو الذي يعطيك هذا الاحساس، كيف داخليا تترجمه. نعم. ممكن تترجم الآن منك أنت له بشكل ابتسامة، كلمة، نظرة إعجاب، هدوء، راحة، قبول، انجذاب. أثر فيك؟ نعم أثر فيك. هل اصطنعها؟ هناك فرق كبير لازم هاي نفهمها. يعني في مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيها: كلام يطلع من القلب يصل إلى القلب، كلام يطلع من اللسان لم يتجاوز الأذان. الكلام هو الكلام، بس من أين نبع؟ نعم. إذن هل ممكن أقول كلام أثر فيه على الموجودين؟ نعم. نعم. إذن أكيد. فكري، سلوكي، كلامي يعطيني سبحان الله، أسميها مجمل شخصية هذا الإنسان الذي به أو بها هذه
يؤثر على الآخرين. زين. والدكتور من كلامه أثر فينا نحن قاعدين انسحرنا هناك. العافية دكتور. فعلياً إحنا متأكدين إن الشكل والملامح تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على الشخص بأن هذا شخص متسامح أستطيع الحديث معه أو لا، لكن هناك بعض الأشخاص لديهم ملامح قوية جداً عندما تراه يدخل عليك جزء يعني حالة من الرهبة أو من الخوف من هذا الشخص، ولكن على النقيض هذول الأشخاص هم أكثر الناس من يتمتعون بسعة صدر وأرحبية وأيضاً تسامح كبير جداً. صحيح. هذا يمكن وجه نقيض شوية. نعم. أتخبرنا لماذا؟ شوف الإنسان مكون من عدة عوامل، عندما يطغى عامل عن عامل بيّن فيه بقوة. نعم. يعني صاحب الملامح الحادة ما عنده تسامح، عنده تسامح. نعم. بس بتقول لي 100% عنده تسامح، أقول لك أشك. ليش أشك؟ لأن الملامح مفهومة، علم الفراسة مفهوم. نعم. يوم يقول لك هذا حاد الطباع، من تقويسة من الحواجب، حاد الطباع مفهوم، كيف بيسامحك؟ ممكن يقول لك خلاص روح أنا سامحتك. غير واحد يقول لك يا أخي توكل على الله سامحتك مع ابتسامة. ممكن تقبل هذه ما تقبل هذه، ممكن الثانية تعطيك أريحية أكثر. إذا هذه تأثر؟ نعم تأثر. إحنا ما ننفي عدم التسامح، على فكرة ما ننفي أن الإنسان ما عنده، بس درجات طريقة استقبال الآخر مثلا للتسامح. هذه نقطة. بس استقبالي أنا الآن شيء، وبث هذاك الأسلوب في التسامح شيء، عشان تسمى منها قوة. أنت ممكن يعني كيف تصيغ الجملة هذه حتى تعطي للتسامح اللي أنت الآن تطلقه على هذا الإنسان ذو فعالية أو بشكل قوي، هي فنيتك. صحيح. قد تعطيها بأسلوب غير مسموع ما سمعك الشخص. أكيد. قد تعطيها وأنت بأسلوب هادي في خوف ما سمعك الشخص ولا تأثر فيها. هي فن كيف تعطيها. ولا تنسى أن 55% من لغة الجسد عند الإنسان تعطي رسالة واضحة. طبعاً. إذن الملامح تؤثر وتعطي رسالة واضحة. الحمد لله أن أنا ملامحي يعني كلها تسامح الحمد لله. أكون دكتور، نحن اليوم عندنا أكثر من 200 جنسية موجودة في دولة الإمارات، وعندنا وزارة التسامح، وصار على كل فرد موجود على هذه الأرض أنه يكون متسامح. ليش؟ لأنه تبيض الوجه أول شيء، نحن كأنت مواطن إماراتي داخل وخارج الدولة. وبنفس الوقت كيف راح تعكس هذه الصورة كمسؤولية مجتمعية لكل فرد؟ شو الملامح اللي لازم يتميز فيها أو تكون موجودة فيها؟ شوفي، طالما قلنا التسامح قوة وأنها شعور وفكر وسلوك وطاقة، وطالما الإنسان مخلوق اجتماعي يتعامل مع الناس، والإنسان كتلة من الأحاسيس، إذن كلنا يبحث عن ذلك التفاعل. الآن ببساطة، هل تبغي اللي حولك اللي تتعامل معاهم يقبلون، يحبونك، يستشيرونك، يسألونك، يتعاملون معاك ولا لا؟ طبعًا. سؤال بسيط جداً. طبعًا. أول ما تقول لا، إذن تعال. طبيعة البشر والنفس تعشق وتهوى وتحب من يكون معها لين. صحيح. تحب من يتعامل معها برفق، تحب من يثني عليها. أكيد. تحب من يتغاضى. لذا قيل 9 أعشار الأخلاق بالتغاضي. نعم. أنت تجاوز. وأقول دائما أسألنا السؤال، ماذا يحدث لك إذا غلطت على واحد وسوى نفسه ما سمع؟ تجعل بالخجل من نفسك. نعم. بصراحة. والأدم من هذا يكبر في عينك. صحيح. تخيل يكون الشعب كله متسامح، منو هذا ما يحب يعيش بين شعب متسامح؟ نعم. منو ما يحب يتعامل مع الناس متسامحين؟ منو ما يحب إلا اللي في نفسه شيء غلط؟ إذا التسامح شو؟ حكمة وقوة. سبحان الله، أنا ألطفها زيادة أقول التسامح هي مثل الصمغ الذي تلصق في قطعتين. شوي ببساطة، إذا جمعت، نعم جمعت، بشو جمعت؟ بحسن الخلق، بصفة مهمة جدا هي التسامح. تجمع الناس، تجمع الناس، تحسن علاقات، تحسن علاقات. زين، سؤال أخطر من هذا أنا عندي في الاستبانة، سألت سؤال بسيط جدا للناس، قلتهم يعني ما شو كيف بيكون تعاملك مع واحد يسامحك دائما؟ قال هو من أفضل الناس عندي. وهي منطقية. إذا عندما يكون الشعب باختلاف الجنسيات، باختلاف التعاملات، يحملون ذلك الطابع المتسامح، أنت عيش في شعب خلنا نسميها جنة كما يقال، كوكب الإمارات ممكن. نعم ممكن. لذا وضعت له وزيرة. نعم
وضع لهم منهاج. نعم. ليش؟ لأن شوف أنت ما تضع منهاج إلا لشيء قوي وذو أثر. صحيح. ملموس يا جماعة ملموس. تبى أي شخص يسأل السؤال هذا؟ كيف تعاملك مع إنسان يتسامح؟ شعب يطلق عليه التسامح، شعب مسوي منهاج كامل للتسامح. لك والله يا ليت أنا أبغيه. بدل ما تدخل في شعب في غل، حسد، حقد، عداء، شحناء، هذه كلها مفرقات الإنسان. نعم. والنفس ترتاح عندما تقبل بمن يقبلها. طبعا. جميل. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤتي الحكمة، إن الله يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. زين، نحن تكلمنا وقلنا التسامح في صفته هو الحكمة. نعم. إذن هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى تؤتى لعباده. نعم. وهناك عباد مميزون في الأرض. نعم. وهناك أيضا حكمة هي تراكمية من خبرات. نعم. الحكمة التراكمية من خبرات، ما هو العمر الافتراضي للشخص لأن يكون هذه الحكمة وأن فعلا يستطيع الاستفادة منها وتكون أثر له في المجتمع؟ جميل. ما بقيدها بسن، لكن باخذ فلسفة. يقولون بتلك الفلسفة الإدارية في فرق بين سنوات الخبرة وخبرة السنوات. نعم. عندما واحد يتعايش مع ناس، مع فئات كثيرة، مع أنماط، مع أطباع، مع عقليات، مع خبرات وأحداث كثيرة جدا، أهم شيء بالأحداث هذه كلها أن يكون واعي متأمل محلل ينتقي ويفهم. هذا ممكن ينضج من وقت. نعم. لذا احنا راينا شباب 15 سنه والله يوم يتكلم انا امامي واحد في الثلاثينات عداها، وعند العكس تماما. صحيح. صح. بال 50 اقول هذا 16 سنه كفايه عليه ما يوصلها. اختيارك وتعلمك من مجريات الحياه هي خبراتك تقطع السنوات. يعني الصينيين شو يقول في الحكمه؟ يقولون استفيد من حكمه غيرك لانك لن تملك سنوات كل الناس تعيشها حتى تخوض تلك التجارب. نعم. أكيد صح، حكمة رائعة. حكمة عندك أعطيتني إياها، حكمة عندي أعطيتك إياها، أصبحت عندك كم حكمتين وعندي حكمتين، وهكذا تبادل. فأنت تأخذ تبادل تجارب الحكم. الشعوب. عشان شيء من يطلع على كتب فيها حكم، أنت تأخذ عقول تخزن لك إياها بكلمات، وقد تؤثر فيك حكمة واحدة. طبعا تغير حياتك. نعم. تغير حياتك، تغير مسار كامل. طيب دكتور، في دورات معينة أو تدريبات معينة حتى شخص بينه وبين نفسه ممكن إذا ما عنده يعني التسامح أو ما عنده المفهوم هذا يقدر فعلا يعززها في نفسه؟ نعم، كلام جميل. قبل أن أذكر الدورة، أنا عندي دورة اسمها قوة التسامح بنفس المعنى. الشيء العجيب، وهذا وضعته في كتابي اللي أخذت عليه جائزة أفضل كتاب في دولة الإمارات عام 2011 اسمه بصمة الأحداث وذاكرة الجسد، من ضمنها بين أن المشاعر تؤثر على صحة الإنسان. طبعاً. اليوم أمس كلمني واحد يقول لي يا أخي يوم سامحت واحد حسيت براحة. ثقل كان. مع أنه مش غلطان، هذا غلطان. قال والله افتكيت هم هم هم. سبحان الله. قلت له بعدين شو صار معك؟ قلت له يا أخي يوليا عشت حالة من السعادة. نعم. الله أكبر. راحة النفسية، الشعور. مع أن هذا غلطان عليه. سبحان الله. لذا السماحة والتسامح حكمة. أنت شوف، مش عشان سواد عيون وفلهم بس، انت عشان ناحيتين او نقطتين. اولا عشان تحسن العلاقه، ثانيا عشان تحمي نفسك. طبعا. ولذا التسامح حمايه الجسم من المشاكل الصحيه. نعم. والنفس من الاكتئاب والحزن، والدماغ من الصداع وعدم النوم والقلق والتوتر. وخذوا عاد قصص طويله. طبعا. من قضيه حمايه نفسك، ناهيك عن انه سد باب من ابواب الشياطين. بالفعل. الحمد لله. بالفعل. فهذه هي الراحه العظمى طبعا. دكتور عبد اللطيف، يعني يتعذر علينا ان احنا نقول لك خلصت الفقره بصراحه. كلامك لا يمل والله يا دكتور. واكيد مشاهدينا مستمتعين بهذا العلم وبهذه الطاقه الايجابيه اللي نحن اليوم أخذناها منك من خلال هذه الفقرة. نشكرك كل الشكر على تواجدك معنا اليوم. نتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات أخرى مع مزيد من العلوم إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتور. إذا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله فعلا مثل ما قالت ختريم، قضاء الأوقات السعيدة، تكون دائما مع الأحباب والعائلة هم الأهم. نراكم يوم الأحد في أمان الرحمن.